أجلها 17 سنة يا شمس يا ولدي، والأرض دي زي كل سنة تطرح خيرها. أرض كدبور خراب وغرباني معشش في شجر ميت، بس ببركة ربك وضربة الفاس بقى خير هيوكل الخطارة كل. هو الخير له آخر يا بول؟ يا ولدي طول ما فيه مية وفيه أرض ويد عافية بتزرعي يبقى الخير ملهوش آخر. والمية دي ما بتخلص؟ ايه اتجل سواعي اتشح سواعي، بس رحمة ربك واسعة يا شمس، وما تخافش من التنين المية والأرض. أما ما خافش من المية والأرض، أما خاف من حاجة تانية؟ ولا تانية ولا تالتة، اوعاك تخاف واصل، انت راجل يا شمس، والراجل الصح ما يخافش واصل، وحقك تاخده بيدك، واوعاك تفرط في حقك يا ولدي، خاف من اللي خلقك وبس، لأن برحمته بنزرع الأرض وبنستنى خيرها، ومن الصالح باللي عاوز يحصدها شر. مبروك يا ابو الفضل بيه، وعقبال عواد بيه لما تفرح بيه كده. اهلا يا حجاج، اهلا بيه. مبروك يا عرسنا. الله يبارك فيك. صار احس بره يا عواد. مفيش حس ولا حاجه. لازم انت تجي تطلب يدي من ابويا يا عواد. ظنك كدبة حبلة دي هتخيل علي؟ انا بطني بتكبر كل يوم عن اللي قبليه. انت عايز الناس تقول ان عواد وضب الفضل عمدة الخطاره جوز غاليه؟ غاليه بنت حجاج الاجر اللي بيشتغل عندهم. ده ما كانش حديثك معايا قبل سنة. ده انا ابوي لو خد خبر هيقتل. ده انا اللي هقتل لو فتحت خشمك بالحديث المصري ده. فتحت خشمك بالحديث المصري ده. الصلب ده جاي من انه ناحيه ترى، وهدف على الخطاره. الحقوا يا خلف، الحقوا على الخطاره. اتراو نزل الخطاره يا بيه، اتراو نزل الخطاره. بتقول مين ظهر فين يا بدران؟ اتراو يا بيه، عبد قادر التراوي بيسرق بهايمك يا بنت بيه، وبيحرق في الزرايب. يحرق ابو اللي جابك، وانت ايه اللي جايبك هنا؟ غور يا عاد المحروق على الزريبه. ماشي يا بيه، لم الرجاله وعطيه ويلا بينا على هناك. عمرك يا جنب. كله يرمي سلاحه. رجالة الجبل كلهم يصفى دمهم في ذا الكبير. وانتوا ايه اللي جابكم حجانا يا رجالة الجبل؟ ايه المقابلة المعسخة دي يا عمدة؟ اخوك بيتجوز
وجايين مبارك. الدراوي ما يموتش، الدراوي ما يموتش. ما قلتش لأخوك يا عمدة إن الدراوي ما يموتش لولا فرحك الليلة؟ كان زمان روحك بتزغرد دلوك. خير يا عم حجاج؟ حصل حاجة؟ يا عم حجاج؟ حجاج؟ مالكش طالع بينا يا عويد؟ تيجي الشر وهم عاود مطرح؟ يا عم حجاج؟ قول يا عم حجاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا حجاج؟ أنا عايز أشوف العمدة دي الوقت. الوقت ضاق وهتلاقيه نايم. تعال له بكره الصبح اللي عينيه. هم يا ولي بلغيه، انا مش هعود قبل ما اشوفه. مين البهيم اللي بيعلي حسه في دوار العمده؟ ايه دي اتجننت اياك يا حجاج؟ ايه اللي جابك في رصاص الليالي بديه؟ ايه اللي ما تقدرش تحمله للصوت؟ عرض اللي هتاكل به صغير جاي ترمي بلاويك علينا يا واد المحروق. البيه الصغير هتشرب بيتي يا عمدة. جاي تعض يد سيدك اللي لمك ووكلك واللي خلاك بني ادم. وانا ما بنكرش حد في العمر، احب على يدك تلم عرضنا. دي ولدك، لحمك اللي بيكبر في بطنك. بنتك دايرة تتسرمح كيف بنات البندر، وجاي تتهم سيدك عواد زينة شباب الخطارة؟ روح روح دور على شرفك في أنهي بيت في ليلتك المجندلة دي. بنت ما كدباش يا حضرة العمدة، دي متربية في بيتك. أصر عليها، أصر عليك ربنا، أحب على يدك، أصر عليها. حرام عليك يا ابوي، ما ترجعش غير اللي خلقك. انت اللي رجع وينبع وكيف البهيم. ارموهم بره، بره الدوار، بره البلد كلها. انا المحبوك لميت احماس في بيتي. مرة يا واد، يا واد المحروق. وحاجة شرف يا عمي أهم منه وحياة الغالي مهما الواصل. وحاجة أخده يا عمي. بتهددني؟ بتهدد العمدة يا مخلول أنت؟ ده أنا أقتلك وتويك، مالكش عندي نادية. شمس ولدي، لا يا ولد، أمن السلاح اللي في يدك. تلطخش يدك بدم كلب ما يسواش. قبر ينمكم لو علي زين يا واد المحروق، ما شوفش خلقتك واصل من ليله.
اخفى من قدام الزعاجج، ومرة تانية لو هاوبت هنا انت الجاني على روحك. مش همنع عواد من قتل والدك ولا من قتلك انت، ولو حكمت انت كلها كمان. فهمت يا بدين؟ فهمت جناب. يا شمس اركض على الارض يا ولدي. شمس الانصاري بيقول لك المبلغ ده عشان علاج الوالد حقك اللي عند نادي مدسر تروح تجيبه منه، واذا مرضيش شمس هتجيبه لك. ربنا يبارك لك يا شمس. انت راجل يا شمس، والراجل الصح ما يخافش واصل، وحقك تاخده بيدك، ووعاك تفرط في حقك يا ولدي. عهدت نفسك صادق، اللقب جنب الضعيف ضد القوي، والمظلوم ضد الظالم، والحق يبقى قانون، اللي يسرق يتسرق منه، واللي يقتل يتقتل. مش عايزنا لبال لما اخذ بتاعي. ودي شمس الانصار عاود يدوقوا
نار وسعار قتلوا لابو واخته غالي زاد ظلمهم جادوا غلهم من الليلة دي يده عالية وظهره صار يشتغله وظهره صار يشتغله ده يا سم بدنك زي ما سميت بدني على الصبح بهايم ايه اللي صار البهايم اللي في الزريبة اللي في بحر البلد جنابك يا اكبر زريبة عندي معقول الضراوي يعمل فيك ده لا يا عمدي مش الضراوي اللي عملها مش الضراوي في اسم تاني ظهر لنا في الخطارة دلوقتي اسم تاني اسم تاني مين يا بدران شمس وتحجاج الانصاري شمس الانصاري يا مخبول انت دبيت يا دي اشعاد وحديد حريم يا بيه يا بيه البلد كلها شافته انا ما شفتهوش ولو شفته انا كنت اقتله وهاك تعمل كده فاهم اختار بين وبين عيلة متدسر ايوه بس شمس الانصاري ده مش خطر على عيلة متدسر وبس ده خطر علينا احنا كمان صح هو حرق الزراعات بتاعت ابو الفاضل بس اتطور علينا بعد كده وسرق بهايمك هنروح للضراوي والبهايم هترجع غشيم ترجع ترجع كيف يا جنابك ترجع كيف ما اتذبحت واهل البلد العفشة دي صحي الصبح لقوا كاس اللحمة بسبالهم قدام ابواب بيوتهم تقول ايه ذبح البهايم ايوه ما انا قلت لك شمس الانصاري والحجاج ده خطر علينا كلنا الخطر اللي علينا ممكن يبقى معانا ترمح دلوك على المركز تعمل بلاغ بالبهايم اللي سرقت وتجيب المباحث على يدك العين السليم ايوه طب و شمس الانصاري ده همله دلوك ما نقعد نفكروا له جايز حزبه ثانيه وقت الشمس ما تنزل اللي يهوب ناحيه البيت تخوه كيف يا ابو الفضل الحكايه ما تبقاش كده امال تبقى كيف يا عمي ما لو كانت مراقبك هي اللي اتحرقت ما كنتش تقول لك ده ولا احنا هنستنى لما يجي الشمس ده ويولع فينا كلنا الزفت ده العطيه فاكر ان طاروا معانا ما هو لو كنت هملتني يا بوي اقتله لما ضرب علينا النار وهو عيل صغير ما هو القتل بيجيب قتل يا عواد والعمل ايه يا ابو الفضل عمل ايه بس يا عطيه ما انت عارف اني مش هقتل الحجاج ولا بيته دول كانوا في حمايه هتقول لي مين الكلام ده ما يهمنيش اقول حاجه لواد المحروق ده اللي يهمني ان طارو بيجي معايا يعني ده حرقلي زريبه كل ده عشان حرقلك زريبه ومحصول سنه نعمله مجلس صلح يا ابو الفضل اتجنيت اياك عايز ابو الفضل متدسر يقعد مع كلب ابوه كان قتري في ارضي ويطلب منه الصلح يا اخي انا ما قتلتوش وهو عيل بس هقتله لما بيجي راجل هقتله يا ابوي هقتله بيت الخطارة كلها في خوف خلى ليلتهم عتمة براو عليك يا شمس فهو تربية لبعضية اللي بيفلق الصخر بالطورية شمس مخه زين من قبل ما يجي لبعضية عشت وشفت ولدي هياخد بتاره ربنا مع الحق يا شمس ربنا معك يا ولدي ربنا يفرح قلبك يا ولدي خير ما عملت يا شمس خير ما عملت احرق قلوبهم على حالهم كيف ما حرقوا قلوبنا الحكايه ابتدت يا اسامه ابتدت اولك حبياتهم في خوفهم كل عشيه لحد ما المدسوس يبان شمس خلي بالك على نفسك شمس ما يتخافش عليه يا ولدي اللي يحرق محصول ابو الفضل ما يتخافش عليه العمده عاد لا اللي شرفنا عنده واللي دمنا في رقبته واللي طردنا من بيتنا ودرسنا دارنا هو اللي هناخده من حباب عينيه ابو الفضل دلوقت ما بقيش العمده يا اسامه وحتى لو كان العمده يا ماي هولع فيه وهولع في البلد كلها لا
لحد ما يجرب، وقتها مش هيكفيني، مش هيكفيني سلخهم وهم عايشين بيتنفسوا. تلاقيه دلوك ميت في جلده وخايف على الوريث اللي عاوز يورث وكل حاجة. ربنا بيسلط أبدان على أبدان بس أكيد مش هيسكت. وإن ميت أبو الفضل بيسكت، خليه يتلخم شوية ويحل عن أذية الناس، وخلي الوريث يتكن في بيته. الله يحرقه كيف ما اتحرقت مراقبه. كل نص ساعة بيمر من نفس المكان. تفكر فيها كبير. نقفل عليهم الطريق وهم راجعين. تقصد بعد ما يخلصوا يعودوا يلقوا الطريق مقفول؟ اها. عين عليك يا كبير. عين عليك انت ابو جنى. نفذ. شر البجر عالمداود نفوه وزفوه بعار، ودي شمس الانصار عاود يدوج نار وسعار. بطايقكم بطايقكم. بطايقكم دي هتفضل معاي، اكتب لكم وتعيشوا، ولو عودتم تاني هنا ها هرجعكم جتت للي بعدكم. وقولوا له قولوا له ان الجبل ده ملك الضراوي. ملك مين؟ الضراوي. وقولوا له انه اي حد بيدخل الجبل ده ميخرجش منه. اصحى يا احمد اصحى. خير؟ صباح الخير يا باشا. صباح الخير انت كمان. في دوري ما رجعتش لغايه دلوقتي. ما رجعتش؟ ما رجعتش كيف يعني؟ انت بتسالني؟ يلا جهز جوه عشان نروح نتنقل ندور عليها. هكون بسبب نومك. يعني جبتهم من غير طلقه واحده؟ وده يخليه يفهم، ولازم يفهم ويتاكد ان احنا ممكن نقتل اللي احنا عايزينه، واي عدد لازم نقلقه نخليه يعيش في قلق. ايه دي من غير قتل؟ ايوه يا قوصي. استنى يا قوصي، قول لي يا شمس. ايه اللي هيفيدنا لما هو دي الكلب ده يقلق؟ اقول لك، لما يقلق ما يعرفش يفكر، هيقدم رجل ويأخر التانية، والتفكير اللي هيفكر فيه هيرجع عنه ويرجع يفكر ويفكر لحد ما مخه يتخربط. كوباية الشاي يا علي. علي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ها يا عين صاد؟ خير يا وضعان خير. ايه ولا رجلك حدفتك على هنا؟ في حد برضك يتوه عن ضراو؟ والخير اللي موجود في السوق ده محسودين. الجمال محسودة. صدق بالله الجبل يبقى واقف على ركبه فجأة ينقلب على ديله وهو واقف. العين فلقت الحجر. العين
فلدت الحجر. انبخروه انبخروه. ايه عايز تبخروه ولا تبخرنا احنا نفر نفر من الدنيا؟ وبعدين السوق ده حكى فيه بخور منين يا مران؟ اهو حديث يا جنابك. حديث حديث. ايه ايوه حديث. ايه ايوه حديث. طب اقول لك انت يعني زي الحالة كده يعني ها؟ ولا في قلب عنديك؟ محبة. الزيارة دي زيارة محبة. محبة؟ وحتسبكني ميتة. ولا انت ولا دماغك دي فيها مداري مداري رايحة يمين وشمال، ما حدش يعرفها غير بوليعة. واو، يمكن جنابك يعني تكون محتاج حاجة. معيسي معيسي حاجة. أنا معيسي حاجة. وبعدين ما خايفش من ناجح بيه ان يدور عليه، ويفضل يدور يدور يدور، لما ما يلتقاكش لما ما يلتقاكش يقلق عليك. قول 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 يا بتاع المداري قول. طب خوه تعال تعال اهرش لي بظهري هنا اهرش يال. جوزك العويل فين يا وليا؟ جوزك العويل فين؟ انطقي. انا حرفع يدي ولو صرختي هحش لك رقبتك. ما فاكرنيش يا شمس، انا عزيزه. ابويا عويس كان غفير عند ابو الفضل، وامي زكيه البشريه الست حليمه تعرفها زين. وإيه اللي لما الشام عن المغربي؟ وتجوزت النادي ده كيف وانت من البشرية؟ اللي زي ما تملكش تقولها. احنا نقول حاضر وبس. ماليش الحاجة اقول مين اتجوزوا ومين ما اتجوزوش. احنا ملكهم يا شمس. اشترونا. خلص وقولي لي العويل جوزك اللي غنيك فين؟ معرفش بيغور فين ومش عايز اعرف. سارة، مع اني كنت عازم نفسي عنديكم لاجل مكتل وعاود، بس الظاهر لسه لا عمر. طيب قولي له شمس الانصار رجع لكم عائله مدسر لاجل ما يرفع ظلمكم عن الناس كيف ما ظلمتم ابوه. وقولي له الكلب ده يدفع اجره الغلبان اللي واكل عرقه عيد القرشي. تعرف تقولي له كده؟ تعرف؟ لما تعرف الذل اللي انا كنت عايشه فيه، لما تعرف الظلم اللي كل بيت في الخطاره شافه على يد الفجره الكفره دول، مش هتسال لو كنت عارف اقول ولا لا. وانا جابني هنا غير الظلم. قولي له الكلب ده رجاله تاني لاجل ما ربيه. زكية
عزيزة اتجوزها هنادي متدسر واللي رماها الرمية دي؟ الظلم، الظلم مفهوش نجاوة يا أمه. وما هو أبوها ناس طيبين، ما تبعاش ليهم انت يا شمس. الظلم دايما كده، ما يعرفش غير طريق الطيبين. ما قلت ليش يعني ايه اللي وداك عندهم؟ الظلم اللي شفناه عندهم نادم الدسر عنده أجري بيغسل كلى لأمه، ما قدرش على تكاليف علاجها، الكافر واكل عليه عرق وشقاء. ربنا هينصرك على عدوينك طول ما انت بتدافع عن حقوق الغلابة والمساكين يا شمس. البلد اتقلبت من وقت ما العمودية راحت من عيلة متدسر. ما هو من غشومية ابو الفضل ومخ الزنخ. والله يا نادي والله لو كنت انت بقيت العمدة لكانت البلد دي اتصلحت. لو انا كنت بقيت العمدة كان حاجات كتير في البلد اتصلحت. كان زماننا قاعدين مع العمدة والمزاج عالي وعالي العال. انت مين؟ انا شمس. شمس يا نادي. وعيلي شمس الانصاري. شمس بيه هما كلمتين مش هتنيهم، عشان لو تنيتهم هقطع لك ودانك اللي ما سمعهمش. عيد القرى شيء مال حقه ياخده وما ينقص ميله محمر. انا ممكن اكتب له الارض باسمه كمان. احب على قدمك ما تقتلنيش. الكلمة الثانية توصلها لأخوك أبو الفضل متدسر وتقول له إن شمس الأنصاري ما يسيبش داره، واللي قتل أبوه يعتبر نفسه مقتول، يا إما يرفع يده لربنا ويطلب قضاء أرحم اللي حيشوفه على يدي. وبعدين يا ابو الانصار يعني اعملوا ايه؟ ما فيهاش بعدين يا ابو القوسي، ما فيهاش بعدين، عقلي مش معايا دلوقتي. لما ادور على خيال سامح لشتاوي وقعوا فيها ونهرب ابوك. المخفي مفتح لنا قوي ومستني نفجمه على الجسم عشان كده مأمنه زين. ما يحس نهوى بناحيته. احنا كلنا في رقبتك يا كبير وفي طوعك. خطط وانت ما تغلبش. قول لنا نعملوا ايه؟ واحنا هننفذ من غير ما نفكر. هو ده مربط الفرس. قوسي عايزك تجمع الاحسن الجهد اللي بعديه. استنوا مني اقول لكم تعملوا ايه. ميت يا شمس. عن قريب ابو القوسي. مين اللي كرك عليا؟ مين؟ أنتك؟ مين اللي كرك عليا؟ مين اللي كرك؟ مين اللي كرك؟ عواد، عواد وهذا أبو الفضل. عواد، عواد اللي محمله. ما تقتلنيش، ما تقتلنيش وأخفى من البلد كله. ما تشوفش خلقتي تاني. مش هقتلك. انا هسيب رسالة معاك. انا غير اللي مكاريك علي.
ما عنديش اوامر يا ابو الفضل بيها دخلك انت والبهوات دول. افتح الباب يا ولد المحروق والا هنخسره فوق دماغك. ما افتحوش، ما عنديش اوامر. احنا ما هناخدوش من وقته كتير، هما كلمتين وحنمشوا. جناب العمده نجح بيه معوش قبل حد، وانا ما عنديش اوامر. انت ما فيش عليك غير ما عنديش اوامر، ما عنديش اوامر. ما ترمي حواد المحروق، انت تجيب عمدتك وتقول له سيادك عايزينك، خليه يتنيل ويجي. افتح الباب يا بدران، خلي الاكابر يتفضلوا. شمس الانصار يا عمده، لازم تحمينا منه يا عمده بلدنا. داير يحرق ويسرق ويقتل، ولا انت مش دريان يا عمده ولا ايه؟ مش شمس الانصار ده اللي طردتوه من ارضكم وابوه واخته اتقتلوا وهم طالعين متجرسين من البلد؟ احنا مالناش صالح بقبل سابق، احنا بنكلمه عنه دلوقتي. ليه واحد راجع ياخد بطاره؟ كيف يعني يا عمده؟ العرف كده يا عطيه، ولا انت معرفش الصعيد كله كده ولا ايه يا كبر البلد؟ اذا كنتوا عايزين مجلس صلح انا خدامكم. الاعيبك دي ما حتخلش علينا. وبعدين يا عواد، شوف يا عمده، شمس كيف ما ضرنا ضرك وسرق بهيمك، وبكره ما حدش هيقدر يقف قدامه. يبقى ساعتها قول للبلد اللي انت عمدتها دي يا رحمن يا رحيم. البلد دي لها علي حق الحمايه، واني ما اتاخرش عنها برقبتي. انا معيش حد يقلق، عايزكم تعاودوا بيوتكم وانتم مطمنين، عمدتكم في ظهركم وبيحميكم. يا سيدنا يا سيدنا، ما ناسيش حاجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. خير يا فريج؟ جل من لا يسهو. الأجرة يا سيدنا. هو أنا مش دعيت لك؟ ربنا يكفيك شر طريقك. الدعوة أجر. ونسيت تدعيلي ربنا يكفيني شر ولاد الحرام. ربنا يبعدك ويبعدنا عنهم يا فريج. الشيخ يافع، ربنا بيسلط أبدان على أبدان. شوف شمس الأنصاري واللي عمله في عيلة مدسر. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منها سالمين. يلا امشي، عايز الحق اجيب الصلاة. صلاة ايه دي في الساعة دي؟ فكر كويس، حياتك تساوي ايه قصاد حياته؟ وانا وعدك انك لو ما تعاونتش معايا الاعدام هيكون رحمة ليك من اللي هعمله معاك. أنا قلت في عقل بالي محدش هيقدر يحل الوجعة دي غيرك عم تياس. ولا وجعة ولا دياولة، انت بس تقولي ايه المشكلة وانا بعون ربنا هحلها. عايز اخلص من وقت غفير عند ناجح العمدة، بس بالجنون. بالجنون يا عم تياس، بالجنون. وانا شغلتي بالجنون، اديني اسمه وقبل العشية هتلاقيه مخفي من عنده وبالجنون. واحنا عندنا كم شمس؟ يبقى اتفقنا، مستنى اسمع منك يا عم تياس. لا خيرك مغرقني. مساك بحر يحب الزوادة، اركب الموج.
النار دي ومنه الاسم كله. يلا موسي موسي، ابعد عن الجدار. الحمد لله بالسلامة يا قوسي، راجل من ظهر الراجل. الله يسلمك، نورت مكانك ومطرحك عم قوسي. عشت يا شمس. حمادة مليح يا ول. حمادة الحمد لله على سلامتك يا ابو حمادة. لبعضية نورت نورة بهله. اه يا اهل لبعضية، مالك يا ابوي؟ ماليش. اه اما مالكش، امال مالك؟ كانك مش فرحان برجوعك وخدت على قعده السين. اللي جرب غير اللي ما جربش يا اخوي. انت ما خبيرش كيف عتمه السجن تقلبها محزن. اياك بقول لك ايه، افرح الليله تريح وبكره نسهر صباحي لحلاوه رجوعك. يلا عشان ترتاح يا ابوي، انت في لبعدية اللي بيفلق الصخر بالطرية. يلا اضحك. لو ما كنتش تضحك دلوقتي هتضحك انت. شمس ماله ده؟ كأنه مش فرحان برجوع. يكون الانفجار عمل فيك ده؟ بس انا بصدقش. صدق. ما صدقتنيش لما وعيتك لشمس الانصاري وقلت لك اللي زي ده خطر عليك. كنت فاكر انه هيشغل ابو الفضل ويخلصني منه ويلعب يلعب بيه. لا ده لعب البسه والفار. ده واد حويط وناصح وفاهم بيعمل ايه صح وعاوز يوصل ليه. كيف سعادتك؟ كيف ما حكولي ان ابو الفضل وعواد كانوا موجودين يوم ما اتكتل ابوه واخته. يبقى صح طاروا معاهم، بس هو مش عارف مين اللي قتل وعاوز يحط يده على اللي طخ العيارين. كانها سيرة ابو زيد ملهاش قفلة. طب ما تقفلها انت يا ناجح وتخلي الضراوي يخلصك منه. الضراوي خلاص ما عادش ينفع الحاجة. رجالته بتقع اقربها راجله ودراعه اليمين مقبوض عليه ومرمي في المركز. مركز؟ المركز هجم عليه البطريد وهربوا اللي بتتحدث عنه ده. يبقى ضرب الجنة وزن على خراب عشه. وسام الدور هيقدم يا ولدي وانت لسه ما قمتش من نومتك. يا أسامة 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 يا ولدي أسامة أسامة
أسامة يا وائل. أسامة رد علي. أسامة ضنايا رد علي يا قلب أمك. أسامة رد علي عشت وحدك ومت وحدك يا ضنايا. حياة الموت الفريد. حياة الموت اللي أخذك منه غير معاد. يدي ما حتتمد فعزة غير لما أغسلها بدم اللي قتل أبوك وأختك. وموتك بحسرتك الليلة يا أسامة. الليلة الموت حيفرج جناحاته على البلد. الليلة الموت حيدخل كل دار وحيكون غطاها اللي بتتلفح بيه. الليلة يا أسامة. الليلة يا أسامة. الليلة يا أسامة.
الحق يا سمح باشا. ايه تاني؟ شمس الانصاري بيحرق البلد. بتقول ايه؟ يعني ايه بيحرق في البلد؟ كيف ما بقول لسعادتك، والنار مهوجة فيها. طب جهز قوة حالا واتحرك على البلد، وخد كل السلاح اللي موجود في القسم. يلا ما تتحرك يا باشا. وعيل يا عمدة، حكاية قتل الأنصاري دي لسه والعة، وما حيطفيهاش غير اللي ولعها. طلعت من الجسم وراحت ناحيه الخطاره. شمس بيت ابوكم جبتوا قرابين الغاز منين؟ نقبض على مين يا باشا؟ البلد بقي فيها بوضع جديد، عفريت اسمه شمس الانصاري. علم يا فندم. خسائر الخسائر لسه هتهج يا حكومة. انت تهت يا هذا المحروق انت؟ انا ازاي امشي ورا مخك الجاموسي ده؟ بسرعة، شمس في خطر،
اقف! غوصي! عملتها يا غوصي! انزل بدر! انزل! لازم نقتله! نقتله يا ابوي! اخرتها ايه قاعدة تتحريم دي؟ انا عارف اخرتها ايه حتلاقيني واقف الوقفة دي! ضراوة قتل! ضراوة قتل! مين اللي قتله؟ الضراوة ما يموتش! الضراوة ما يموتش! الضراوة ما يموتش! كيف يموت العايش؟ كيف يموت العايش؟ كبير يموت، كبير يموت، أبوي عارف انه هيقتله، كنت فاكر انه هيقبض عليه بس كيف ما قال لي، وانا العقل الجاموسي صدقه. عايز اقتله 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 يعني اقتله. شيء وطالع الخاين ملوش عايز بناتنا ولا بعديه لا بعديه ما بتقبلش خاين فيها، والضراوي اتقتل على يد خاين وطالع يحمي رجالته، والخاين اللي سلمه للحكومه عشان تقتلوا قدامكم. اها قوصي
دراعه اليمين واخوه. جزا الخيانة الدفع، بس انا ما حتبحوش، لازم اعذبه الاول، لازم اعذبه عشان يبقى عبرة، عبرة لكل خاين يفكر، يفكر قبل ما يخون. قول القانون يا حمادة. اللي توسك فيه ويخونك لازم يتقتل يا كبير. وابويا اللي شغلته يحمي الكبير خان. يبقى جزاة القتل. وده قانون. الخاين ملوش غير القتل. جيب لنا بعدية، خلي نصور الجبل تنهش وحي. سيبك من اللي انت بتعمله ده يا احمد، روح نام. مش حال ما كنت شاريني كل شويه انك تعبان ومش قادر. جتتي ما واخداش على الشقه بتاع سعادتك ده. انا كنت كل ما ادور عليك الاقيك نايم. قوم يا ابني قوم، الشغل قاعد. وهاجي النوم منين بعد اللي بيعمله شمس الانصاري ده؟ الضراوي جنبه يبقى صابي من صبيانه. شمس ده مشكلتكم انتوا مش مشكلتي. انا جيت هنا في مهمه محدده، ان اجيب الضراوي. دي مرمي في المشرحة على ظهره اهو. ادخل. جثة عبد القادر الضراوي اتسرقت من المشرحة. بقي في حياتك. ايش بتفتكر؟ بقي في حياتك يا كبير. مين عمل كده يا باشا؟ مش مطرحك يا باشا، ارحل. المره الجايه هتبقى انت اللي مكان العربيات.
رزعناهم في دماغ الشتاوي ده. المرة دي شديدة قوة كبيرة، خططك ما فكرش فيها الجن الأزرق ذاته، سحبتهم بالحيلة برا الجسم ولمين يصلح الحكومة كله. أدنى زمن بنعلم عليه، وكان نفسي في حاجة من زمان تطلعهم الداخلية مش من البلد بس. ما حدش اتعلم عليه زي ما علمنا على الشتاوي دي، ولسه قاعد. انت مش عايز تقتله ليه يا كبير؟ جات اكتر من فرصة وانت مرضيش. العاجل العاجل اللي يولع نار ويقدر يطفيها، وقتله قتله ابو القوس هيقلب علينا الحكومة والداخلية، مش بعيد يبعتولنا الجيش يضرب فينا. اباي عليك يا ويلو اللي عديك، ده انت واعر قوي يا شمس. اه لسه ما عرفش ارد لك؟ ها ما عرفش ارد لك؟ ولسه اشتهي، ولسه ما هتشوف مني. همشيك تتلفت حواليك كيف المجازيب. العراك اللي بين شمس والضابط اشتهي غفلقت علينا سكك كثيرة يا أبو الجود. تعرفش تنقله تخليه يعاود مصر تاني سعادتك؟ نقله ما حيفيدش يا ناجح، نقله ما حيفيدش. شمس دلوك اسمه بقي في الجرايد، وبقي مطلوب من الوزارة إنها تظبط خبيتها قدام الناس. يعني لو مشى شتاوي حيجي غيره، واللي بيحصل حيتكرر. يعني قص سعادتك إنه بقي مطلوب يتجاب دلوك أكتر من الأول؟ الدنيا قامت وما قعداش في مصر لحد ما يجيبوا الخط الجديد كيف ما بتسميه الجرايد. وسبق وقلت لك ما تهملوش الواد ده، الواد ده شكته هتقوى وما هنعرفوش اللي موه. الواد ده انا ما عرفلوش مين اللي عاد، كان طاروا مع الحكومة بيضرب فيهم ليل ونهار وما عندوش كبير. الحكاية دي تعلمك لما قلك على نصيحة تعمل بيها يا عمدة. عمدتي داني من هنا ورايح اقول لك يا سيادة الناي. واه كان بتبشرنا بطالب بيه. امال انا جايبك هنا ليه؟ طب قول بشرنا الله يبشرك بالخير. همتك عاد، طريقك بقي سالك للمجلس. ما تشيلش هم سعادتك، ممكن تعتبرني خدت كل اصوات الدايرة. المهم عايزين نفتحوا طريق بضاعة من نواحي السودان بعيد عن الطرق المقفلة والقلق اللي حاصل في النواحي دي. ما سعادتك الطريق موجود. عارف عارف، وما تقوليش ما تقوليش ان سامح الشتاوي قلب السجلات علي وعايز يعرف عني اي حاجة. تهلك قلقك عاد. بقول لك قالب السجلات علي وعايز يمسك اي ورقه صغيره كات او كبيره. كان غيره اشطر، خليه يدور كيف ما هو عايز، ما حيلاقيش حرف واحد عن شمس حجاج الانصاري. وبقيت العيله عم تياس على الورق كانها ملهاش وجود. كان اللي بيعمله سامح الشتاوي ده تسديد خانه، وشمس كيف ما بيقولوا عليه شبح. حلو شبح يعني ايه؟ وعيلته هي كمان اشبح؟ ما اكيد ليهم شهادات تطعيم ولا شهادات ميلاد ولا اي نوع زفت من الورق ده. قلبنا السجلات عليها وطيها وما لقيناش حاجه يا باشا. انا حوصل لامه ازاي الواد ده وانا معرفش عنه اي حاجه؟ حتى القضيه اللي قلت هلاقي منها خيط يوصلنا ليه ورقها اختفى. قضيه ايه دي؟ كتل حجاج الانصاري ابو شمس. يعني ناس كانوا عايشين هنا ومفيش اي حاجه تثبت الكلام ده. ده حتى بعد طلوعهم من البلد كانوا مفصل الحوداب، لحد شافهم ولا عرفهم طريق. الواد ده شكله عامل حسابه كويس قوي لكل حاجة، بس الكلام ده ما بيحصلش في الأفلام الأمريكية. ما شاء الله، إيه الخيبة دي؟
عارفه انك هتيجي. انا كنت جاي ما اعرفش ايه اللي جابني. حاسس باللي جواي. انت عارف قوي زين اني بحبك يا شمس. عارف ومصدقك عزيزة. وانت قلبي بقاش فيه مكان للحب. بقى مشغول بتعرف. بقى محبوس. اللي بيتكلم ده شمس اللي بتداري في العتمة. شمس اللي مش متلتم. اللي كنت بسمع صوته كل يوم جواه. انا عارف انه بيحبني. صالح ابو كناوي هو ذاته شمس الانصار اللي الدنيا كلها مقلوبة عليه لحد ما قالوا عليه بك يا شبح. شمس وعدني انه لما ياتي الوقت هتاخدني من هنا. يا فاجر ده انا حاجتلك واقتله. لا حاجتلك انت بس. هو الكاتل رحمة ليه. انا هفضحه وهبلغ الحكومة واخد المكافأة اللي عاملاها للي يبلغ عنه. البلد كلها هتعرف ان شمس الانصاري هو ذاته صالح ابو جناوي. كل البلد يا فجر شديت يا جاي بلاغ حالا ان بيت نادي مدسر مع عيلة مدسر بيتحرق. عيلة مدسر؟ شمس محدش غيري له مصلحة في حرق بيت من بيوت مدسر. الواد طلع امتى؟ وازاي محدش رصده؟ النار جايدة في البيت والاهالي خايفين النار تسرح البيوت اللي جارها. والمتنايلين عليهم في الكمان دول بيهببوا ايه؟ محدش شافه ازاي؟ ده انا زرع 1000 عين على خط الصعيد كله. طيب هنعمل ايه دلوقتي في الحريقة اللي جايدة يا سامح باشا؟
اعمل عادي يا احمد، بلغ المطاف. بس الاهم من كده انك تنزل بنفسك تعمل تحرياتك. عايزك توصل لاي حد شاف الواد ده داخل او خارج من البيت. ما هياش بلد عميان، اكيد حد شافه. عربية الترحلات هتتحرك قصاد الجسم الساعة 8 وهتوصل للطريق ده. الطريق ده يتقفل ويتعطل، عربية الترحلات ما تتحركش منه لمدة 30 دقيقة. الجمال هتكون داخلة على المزلقان. في الوقت اللي هتكون فيه عربية الترحلات واقفة مستنية، لما القطر يعدي المزلقان يتفتح، الساعة هتبقى 9 بالظبط. بعدها هيتفتح الطريق، بس طريقهم هيبقى مقفول بالإجمال. ولو قدرنا نحافظوا على الوقت زين هتبقى الخطة نجحت. هربت يعني ايه؟ هربت ازاي؟ رجالة الجبر طلعوا عليهم فجأة سعادتك. فجأة ازاي يعني؟ امال التأمينات والمراقبة اللي كانت متنيلة مزروعة على طول الطريق دي كانت بتعمل ايه؟ عملية التهريب كلها تمت في دقايق، محدش خد باله غير بعد ما عربية الترحيل اتأخرت عن عبور نقطة المراقبة. يعني ايه الكلام ده؟ أنا مش فاهم. تيجي ازاي يعني؟ محدش خد باله ازاي؟ يعني اللي هربوها دول كانوا لابسين طاقية تخفى يا أحمد؟ ملهاش تفسير تاني سعادتك، محدش شاف حاجة. وشمس ده جنس ملة أمه ايه؟ حاوي ولا مخاوي؟ قلت لك قبل سابق رجاله الجبر طلبهم كتير، وهقولها لك تاني يمكن تصدقني. الصعيد غير مصر يا سامح باشا. انت هتقطمني يا ابني ولا ايه؟ هي ناقصاك انت كمان؟ روح هات لي العساكر كانوا في عربيه الترحيله هنا. يلا اسفه اني دخلت من غير استئذان، بس مفيش حد بره. ما هي وكاله من غير بواب. فين ام المخبر اللي بره؟ انت يلا لا مؤاخذة يا باشا، انا كنت بتوضى سعادتك. مش عايز اشوف خلقتك في المكتب هنا تاني. امشي اطلع بره، انت بتحاول تحقيق بره. اعذر يا باشا، ده غلبان في مخه وفهمه على كده. لا هو لما يتلبى الجزم متين هيقف قدام المكتب زنهار، لا هيتحرك يمين ولا شمال. انا ما كانش قصدي اعمله مشكله. وديك عملتيها، ما انت وراكيش حاجه غيري. نعم خير، عاوزه ايه؟ سبق وقلت لحضرتك قبل كده ان في اسلوب للتعامل ارقى من كده بكتير. ما تيجي تاخديني على مين احسن؟ امشي اطلع بره يلا، انا مش فاضي لك. يلا خلاص يا سامح باشا، انا هطلعها. ما تعصبش نفسك انت. هو برضه لو ما يعصبش نفسه واحد. لا نسى سلمى، تعالي معايا وانا اشوف طلباتك. الناس مش هستحمل الجبروت اللي انتوا فيه ده كتير، وبفتكر الكلام اللي انا بقوله لك ده كويس قوي. ايه هتعملوا ثوره؟ اعلى ما بخليك اركبيه انت والناس بتاعتك. اي حد هيقرب من السياده او يمد ايده هنقطعها له. ها يا شاطره يلا بره. معلوم لازم ندفع فوقك وفجري ده عشان يفكرك. المعلوم لازم يجي من غير مطلبه. ايه طلع ايه لي يعني؟ انت ابو عقل جاموسي ما راجعش على اللي بتعمله ده غير لما تجيني في يوم متشال على ظهرك او مصاب طلق ناري او حد حش وسطك. وانا عملت ايه لكل ده يا جناب؟ ما عرفش عملت ايه؟ ما هي دي المصيبه ابو عقل حجر. كل الناس بتشتكي من عمالك اللي مطاينه في طين، وانت ما عرفش عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه، كلهم كدابين، كدابين في اصل وشه نفر نفر. وانت اللي صادق اياك، مفيش دخان من غير نار يا عديب الفهم. محدش بيهاجيني من وراك غير وجع الراس. تصدق الناس جنابك وتكذب راجلك؟ هديك قلتها، راجلك وراجلي يعني صورتي قدام الناس، يعني عنواني. فهمها دي ولا فهمها لك؟
فهمها جناب. ولما انت فهمها جنابك بتعمل العمايل مهبب بدليه؟ ما انت عارف ان احنا داخلين على الانتخابات وعمايلك المهببه دي هتخلي اللي ناوي يديني صوته يرجع في كلامه. لا جنابك، ده احنا نطلعه لك من حباب عينيه. خيبة امل ايه دي؟ لم نفسك يا بدران وبطل غباوه وغشم على الناس. بكفاياك سرقه في الناس الغلابه اللي بتاخد منهم قتاوه وفرده وبتصدر لهم في الروحه والجايه. دي حاجات قديمه قوي يا جنابك وفات عليها كتير. هذه الليله اللي ما فايتها شيء. ما ناقصش انا الناس نط اللي كل يوم تشتكي لي من العمل الرضي. بكفاياك عاد. بعد عن الناس يا بدران. ارفع يدك التقيله دي عنهم لحد الانتخابات ما تخلص. انت الجاني على روحك وادي المحروق. وانت عارف انا ممكن اوزع عليك مين. قالوا ازاي بتضربني يا جبان، روحي ادفن نفسك جوا جبانه، وادي صرت اختك في جيباني يا متولي يا جرجاوي يا جرجاوي يا متولي. ادفن خشمك ده، حسك عالي قوي ما عرفاش انام. يا ولية يا عديمة الفهم انت، ده مغنى وانا بغني معاه. اكفل خشمك كيف؟ ما انا عارفة ان ديه مغنى وما قلت لكش اكفل. اكفل خشمك ديه اللي عامل كيف النورج ما عارفاش انام. يعني ربنا ما ياخدكيش وارتاح منك يا رزية انت. تولي لما شاف الصورة بقى ذليل ونفسه. في البلد وادي المحروق ده خد منه فرده ولا عتاوه يطلع وياخد حقه ما يخافش هو في حمايه شمس الانصاري. يا الكبار تمموا الاتفاق مع المصدر في السودان، والدور بقي عليك انك تدبر الطريقه اللي هندخلوا بيها الشحنه ونسلموها للموزعين. اطمن جنابك ولا يكون عندك ايها فكر. عند بدل الطريقه الف عال عال قوي. ما عايزش اقول لك ان البضاعه اذا ما عدتش بامان او اتقفشت هيبقى تغييرك أول قلب ليهم. الكبارات منهمش عزيز يا أبو العمدة، دول كبارات. خليك فاكر. أها، هما الكبارات في مصر مش واثقين فيا ولا إيه جنابك؟ ده أنا عايش لأجل ثقتهم فيا ورضاهم عني. ما أنت عارف رضانا كيف يا سيادة النايب.
وملوش لزوم تشوف عدم الرضا عاد. لا ملوش لزوم عاد، وعن قريب حبشرك، عن قريب قوي. ممكن اعرف انا فين؟ مش مهم انت فين، المهم انك طلبت تجيب لي ليه. انت شمس الانصاري؟ اه. يعجبني نبهتك. متخيلش قد ايه انا مبسوطه ان المقابله دي تم جدلنا. مبسوط يرتعش كده؟ ما كانش في داعي للطريقه دي عشان تجيبني هنا. تمير افتكرت نفسي رايحه المعتقل ولا المخابرات من كتر العربيات اللي اتنقلت ما بينها. لا معتقل هاته حاجات معروف مطرحها، انما انت هنا في مكان ما حدش يعرف انه موجود في الكون، واللي بيعرفه يبقى حكم على نفسه بالموت. أنا عايزة أساعدك، أنا مش ضدك. أنت خايف مني؟ لا أخاف. شوف يا ست، عن الخوف ما يعرف ليش مطرح، وده تأمين. ماني نفسي وأنا صغير جيت هنا زيك كده. انا بحترم قوانينكم السريه اللي انتم بتحافظوا عليها، وعشان نضمن السريه دي كان لازم ان ما حدش يعرف انك جاي هنا او تقابلي شمس الانصاري. بس الطريقه نفسها يعني ممكن حد يقلق عليا. لا 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 ما تقلقيش، زيارتك هنا مش هتطول، تعرف اللي انت جاي عشانه، وبعدها رجعوكي مطرح ما انت عايزه. عندك قول تاني؟ انت مين؟ شمس الانصاري. جايبها في نصاص الليالي تطلع مين؟ هتكون مين يعني؟ شمس من يوم ما وعيت له ما جابش حد هنا غيرك. أما اللي معاه دي وجايبها تلوك ليه؟ ومالك متوخوش غيرتي؟ هتوخوش ليه؟ بس شمس ده قريبي ويهمني عاد. وقريبك اللي يهمك لو طلع علينا هيلاقينا بنراقبوه، هيعملها عاد. لا وعلى ايه؟ انا كل غرضي اطمن على قريبي. طب يلا يا اختي يلا نحضر الوقت اللي لسه جايين تلاقيهم على لحم بطنهم. يلا يلا. طمن ازاي حضرتك؟ بقولك ما رجعتش الاوتيل من امبارح.
ده لو في مصر مش تعمل كده. هتغيرني ليه؟ الناس هنا في الصعيد ما لهمش في الخط والكلام الفارغ ده. واللي زي الاستاذه سالمة الناس هنا تشيلها جوا عينيها. البلاد هنا امان. ما هو الخوف مش من الناس اللي هنا، الخوف من اللي كان واقف يهددها قدامي. ده قال لها مش هتشوف الاسفلت تاني. مين ده وانا اجيبه ادلك على بلا وشه واحقق معاه؟ رئيس المباحث ده اسمه سامح شتاوي. سامح شتاوي هددها بالخط قدامك؟ ايوه واشهد بكده. زين قوي. انا قلت انه ما هيجيبها اش البر بعمائل والمجندل دي. انا اخطف برضه يا باشا. امال التخشيبه دي موجوده ليه؟ ايه شغل العيال ده؟ احنا مش عيال، وانت هددتها قدامي وقلت انا مش هخليك تشوف الاسفلت تاني. ده يا تحرقك وتحرقها. طلعت لي منين يا بنت؟ يا سامح باشا بالهداوه. الموضوع دخل في الجد. ده في تهمه خطف انثى. انثى مين يا باشا؟ انثى مين؟ دي بنت حرام. بتلاقيها رجعت مصر تلعب وتتنطط وفاكر نفسها بورم. حضرة المأمورة انا مصر اعمل محضر بتهم فيه رئيس المباحث. انت شكلك كده انت مش هتشوف الاسفلت تاني. انت زفت اللي بره. يا باشا قلت لك ايه ده؟ خلينا نلم الموضوع. وانا مش عاوز الموضوع يتلم يا باشا، عاوزه يوسع. خلي الخوله بتوع حقوق الانسان دول يجوا لي لحد هنا. اكده الموضوع بيجي دولي وانا لازم اعمل محضر. وانا ما بتهددش يا باشا، اعمل محضر واثبت فيه ان احنا قبضنا على البتاع ده. خلينا نفتح البيت سلمى واللي معاها دول اللي بياخدوا تمويل من الخارج عشان يقلبوا نظام الحكم. نقلب نظام الحكم؟ انت ايه خدهم بالصوت ولا ايه؟ انا عايزك تطمن وتطمن كل المنظمات المحليه والدوليه. مش هنهمدوا الا لما نعرفوا الانسه سالمه فين. ابعت منادي يلف الصعيد على حماره وخليه يقول مراسله تايهه يا ولاد الحلال. انت يا زفت اللي بره. افندم خد البتاع ده سلمه للصلع عبد النبي خليه يلقحه في الحجز لحد ما اعمله محضر تعدي وبلاغ خازج وازعاج للسلطات. بورينا بقى بتوع حقوق الانسان هيعملوا لك ايه يا برم. عرفت دلوق كديه اللي زي عايش في الدنيا كيف الغريب؟ ها؟ بحسابات تفكيرك ومنطقك يا شمس كل حاجة بتعملها صح، بس أغلب الناس هتشوفك مجرم ما بتحترمش القانون. الجنون؟ هو فين الجنون؟ أكتر حاجة بنسمعها ست في صعيدنا هنا من الجنون ده هي ضد مجهول، وكل مصيبة بتتخربط هنا تبقى ضد مجهول وناس. يا عيني على الناس. الناس عليها انها تغمض عيونها وتقفل عقولها وتقول ضد مجهول، ويبقى لا فيه لا سارق ولا قاتل ولا هاتك عرض. واسهل حاجه عند الحكومه، اسهل حاجه لما تكون عايزه تحمل كبار تعمل تحقيق وتغفلقه وتقول ضد مجهول. دفني لي انا معاكم مع قضيتك يا شمس. صبحي بالخير يا عزيز. خير صباحين يا شوقي. اهو لسه قاعد معاه على راحته. ده راجل ويعمل ما بداله، وده مش اي راجل، ده كبير رجال في الجبل. قوم يعمل ما بداله. صح، انت بس لساك صغيره ما فهماش ان الجبل للرجال اللي بيحكموه وبس، ورجال في الجبل ما يعجبهمش غير الحريم دي. وانا غير عليه ليه؟ ومين قال لك اصلا اني غيران عليه؟ دي حاجات بتفض من العين. وما محتاجاش لكلام. وانت هنا وسط مطريه الجبل بتحس انك في امان؟ شوف يا ست، كل واحد من مطريه الجبل ده وراه قصه وحكايه، ويمكن تكون أصعب من حكايتي، بس في الحكايات
بنولف على بعض وبنبقى سطر وغطى على بعض. كيف الاخوات؟ اسكت خليك قاعد مطمئن وسط الناس اللي بيخافوا عليك. اه قلت ايه؟ كانش ناقص بلدنا غير خطف الحريق كمان. المركز مقلوب على الحكايه دي. ايه جات لك على الضبطاب انت، جات لك طايبه بيضه مقشره. كيف يعني؟ حيكون مين اللي خطف الحرمه سلمى دي غير شمس وهتحجاج الانصاري؟ ايوه بس فيه بلاغ متقدم. مين اللي هيهمه البلاغ يا جزيل انت؟ المهم الحديث اللي هيتقال بين الناس. ما فهمش يا جناب. ما انت لو كنت تقلع البلغه اللي جوه دماغك دي كنت تفهم. هو مش شمس وهتحجاج الانصاري ده، هو اللي جرسك وبهدلك قدام الناس يبقى يحق لك تتعشى بيه. الكل لازم يعرف ان اللي خطف الحرمه دي هو واد حجاج الانصاري، والكل في البلد لازم يعرف ان واد حجاج الانصاري بيغشهم وبيضحك عليهم، بيفرق عليهم اللي بيسرقوا عشان يخطف حريمهم. يا بوي ده يبقى ملعوب كبير قوي، يضرب بيه جوز عصافير بحجر واحد، يضرب كل عصافير على الشجرة ويملى قلوب الخلق بالخوف على حريمهم ويكرههم فؤاد حجاج الأنصاري. فهم؟ فهمت يا جنابة. ترمح دلوك على بيت الشيخ يافع وتخليه ياجي. هنعملوا بيه ايه الشيخ قرد ده؟ وتقول لي فهمت يا عم القلب انت؟ كتب علي عيش فاهم فيك وانت الفاهم مستعصي عليك. اغنيها لك. الشيخ قرد كيف ما بيقول صوته عالي وحديده على المنبر هيخلي كل الناس تصدق ان الحديد ده حقيقي ما هوش اشاعة. انا متشكرة قوي انك اديتني الفرصة اني اشوفك واتعرف عليك عن قرد. في اي وقت، في اي وقت عايزة تشوفيني قول بين الناس. عايز اشوف شمس الانصاري، هيوصلنا الخبر. هو في طرق اسهل من كده، بس انا كمان مقدره حرصك وتاكد ان قضيتك كسبت حد جديد هيعمل المستحيل عشان يساعدك. عارف ومصدقك وعارف انك بتوقف جنب الحق. شرفتي. ميرسي مره تانيه. على الله نكون عرفنا نضيفوكي كاني كنت في بيتي. ضروري ده؟ الحذر يلزم. حمايه لينا وليكي. تفضلي. خيتي لا خد مع الدنيا ودي والحد ما وصل لغايتي واخد بطركم بيدي لسه انا فاول طريقي تايهين ملاجين مراسي والدم طعمه في رجنا والريح معاكس وجاسي الريح معاكس وجاسي جنة إخبارية يا باشا إن شمس لوحده من غير رجالته في الخطارة. جهز القوة يا أحمد، الكلب ده مش هيفلت من إيدي المرة دي. فين بقى؟ اختفى؟ طب سقيت لخفة؟ جاد الكريم رب ما يرفع الظلم عن الغلابة. آه يرفع الظلم عن الغلابة. هيرفعوا كيف؟ ها؟ هيرفعوا كيف والناس بتشارك فيه؟ الناس بتتظلم
ومعايزينش يتحركوا، وعايزين اللي يتحركوا وراه، وحتى دي بيعملوها وهم خايفين. الناس عاجزه، وعشان كده بيستنوك من الليله للتانيه ترجع. الناس نفس الناس، نفس الناس اللي صوتوا ناجح في الانتخابات واللي مدوا يدهم لقرشينه، هم نفس الناس اللي بيشتكوا من الظلم. ما تقدرش تظلم بلد الجوع ضدها وغرز نابه وحطولها شمس. دي بلد بناسها لو قامت عليه تقلع وقلع. بس تقول ايه؟ مصالح بتتصالح. الارزاق ضاقت على الناس يا شمس، ادام اللي بيحكم مكوش على خيرها. والخير اللي عملته معاهم وقفته وياهم، محدش ليه بينطق، محدش ليه بيقول، محدش ليه بيدلل على اللي قتل. ها قول يا حماده. الخوف معشش في عقولهم يا شمس، ومدت يدهم لناجح من خوفهم برضك، وخوفهم هو اللي هينجح ناجح في الانتخابات. بكره نتفرجوا. اللي زي ناجح ده لو نجح قول على البلد الرحمن الرحيم. ها الله يبارك فيك يا سعاده البيه. النجاح في مجلس الشعب غير العموديه ناجح. واحنا ما نقدروش نتاخر عن طلباتك يا باشا. لا طلباتنا تعرفها في وقتها، ودلوك الفرح حق ليك. ربنا يديم عليك الفرح. الف سلامه باشا. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك يا ناجح بيه. عايزك تاخد بدران تروح وتذبح الذبايح وتعمل الواجب مع كل اللي وقف جنبينا في الانتخابات. يبقى هنوجبه مع البلد كلها. مش مهم، المهم ان البلد كلها تعرف ان عضو مجلس الشعب في الدائرة دي هو ناجح ابو الجود. ما قدرش اعمل اكتر من كده. كيف يعني؟ عشان نطمنه لازم يروح المستشفى ده الكبير. انسى الحكايه دي، ممكن يروح فيها يا حمادي. لا 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 ما تقولش كده، حرام عليك. اعمل حاجه، مش دكتور انت. ما ينفعش نقف ساكتين كده. محدش فيكم هيكون اقرب لشمس مني، بس انا عارف انه هيعيش. هتعيش يا شمس. يومين يا حمادي، لو فضل شمس على الحالة دي لازم نروح المستشفى. وكيف هنأمن المستشفى من اللي عايزين يخلصوا منه؟ الفلوس يا واد عمي، الفلوس تعمل كتير قوي. ممكن شمس يدخل ويطلع المستشفى من غير ما حد يعرف. يبقى نستنى يومين وبعدها نشوف. دعاية شمس، دعاية شمس، لسه بدري عليك لما تمسك الزمن.
رفعت راس ابوك يا شمس. خاف من اللي خلقك وبس. حد يلاقي دلع وما يتدلعش. دي البنية فضلت جنبك اليومين صح. كيف هيجيلي نوم والشمس غايبة؟ والشمس دلوقتي جعانة وعايزة تأكل. قلت لك الموت ذاته ما يقدرش يهوب من شمس الأنصار. ليه يعني؟ مخلت فيها؟ ما تتحركش كتير يا شمس، لساك متصاب. الحمد لله على سلامتك يا أخوي. والله كل ان ما دوبنا النوم طول ما انت مغيب. كان الابعاديه مغيب يبقى يومين. كيفي؟ فين الوكل؟ حالا يجهز. تعالي معايا يا عزيز. حاضر، اطمن عليه. طمن ايه؟ طمن يا عزيز. روح مع شوقي. روحي روحي. اخوك نزيل كان عاوز يطلع الابعاديه عشان يطمن عليك. وعاكم ما تكون عرفت اتضمن. قلت ان زيه ما يجيب لهاش سيرة ويقول لها انك سافرت. ايوه كده يا زيه. عال عال يا شمس. الجرح بجزين وبكده اتطمنت. بالاذن الاجل. اذنك معاك. عارف عارف حمادة، لولا القدر ما كانت عميت يده وما عرفش يقتلني. تقصد ايه يا كبير؟ الكاتل هو نفس الكاتل اللي قتل ابوي، ونفس ما اداره في نفس الارض، ونفس ما اداره في نفس المدق ونفس القطان. قصدك يعني ان هو لسه مدار في الخطاره، لسه عايش وعارف اني حقتله ومش هسيبه. كان طول الوقت اللي فات ده مستنيك تعدي من الطريق ده. كانه مستني قدر. عارف حمادة، الطلقة دي على كد ما جرحتني على كد ما طمنتني ان كاتل ابوي لسه عايش. عايش ولا ميت ولا حد يعرف، ومحدش يعرف عنه حاجة واصل. يعني الارض شقت وبلعته؟ بلال امر جنابك. لما رحت تسأل عن صالح ابو جناوي في دار وهنه في الخطارة قال لك ايه؟ انه مسافر ومعودش. وانا كمان يا جنابك، انا رحت له السوق في ضراب قالوا لي نفس الحديد ده. كان لازم تعس وتسال هو مسافر فين يا بدران، مش تقول محدش يعرف. حد ميت مخك الجاموسي ده هيفضل مقفل كده. ما هو ما فيش حد عاوز يدلنا. يبقى تخليهم يتكلموا بالحيله. حيله ايه انت ما تعرفهاش؟ خليهم يتكلموا بالطريقه الوحيده اللي تفهمها، بالقوه. الحديث اللي بتقوله ده واعر قوي يا عم تياس. ايوه بس ده ما يخليكش تبقى قلقان قوي كده. اقلقكم؟ لا سامح الشتاوي ولا المركز ولا المديريه بذاتها تقلقني يا عم متياس، وانت عارف كده. امال ايه مالك؟ اول ما جبت لك سيره التصاوير والورقات اللي جات من مصر ما بقيش شكلك الشمس اللي انا اعرفه زين. يعني الحديث ده معناته ان الوزاره ناويه تقف جنب سامح الشتاوي مش تعاقبه زي ما بيقولوا. الوزارة ولا عندها فكرة عن التصاوير اللي جات من مصر. سامح الشتاوي مكلف واحد قريبه مجري ولا صاحبه
يشتغل رسام في البحث الجنائي يعمل له الشغلانه دي بشكل ودي. شكل ودي بشكل قطران مطين بطين لمهم دلوك انه معاه صور ولو من بعيد فيها شبه من شمس الانصاري. وفي حد في البلد ولا في البلاد اللي حواليها شاف شمس؟ بس كل الناس في الناحيه كلها شافوا صالح ابو جناوي عم تياس. ايوه معك حق، فاتتني دي. يبقى المطلوب دلوقتي حاجتين. خدامك يا كبير. حاجه علي وحاجه عليك. حمل علي التقيل ورقبت سداده. اول هام صالح ابو جناوي لازم يخف رجله من الخطار اللي من دول، ودي علي. وتاني ما منه ودي هتبقى عليك ان اسم عزيز المنشاوي يتشال نهائي من سجلات الحكومه وينكتب لها شهاده وفاه كمان، عشان النار اللي قايده جوا سامح الشتاوي تهبط من ناحيتها ويشيل موضوعها من دماغه. يبقى لازم نشتغل سحر يا كبير. كيف؟ اوعك تفتكر ان الورقه بتاعت شهاده الوفاه دي صعبه. لا ده كلها ساعه زمن وتبقى في يدك. بس المحروق ودي الشتاوي ده عارف انها سهله، عشان كده لازم نقفل عليه كل السكك. ما تزهقنيش عاد. كيف يعني؟ قول كلامك طوالي. سامح الشتاوي مش هيعمل كف بحث غير لما يشوف قدام عينيه جثه. جثه؟ جثه مين؟ جثه عزيزه. عزيزه؟ ما تقلقش كده يا ولدي، قلت لك خلي التقيل عليا وما تخافش. اللي يعرف متياس ما يخافش من ناس. خليهم يدوروا بكيفهم كأنهم بيدوروا على عفريت. لكن صورتك دي فيها شبه كبير يا اخوي. ما حدش يعرف وش شمس الانصاري. الناس ما تعرفش غير وش صالح ابو جناوي اللي انا عاوز اوريه لهم. صالح ابو جناوي اللي بيشوفوه في حركاته وطريقته وكلامه ومشيته. يعني صالح ابو جناوي هو الوش اللي بيستخبى وراه شمس الانصاري. يعني ايه ما حدش تعرف عليه؟ انا كده لبست في الحيطه زي كل مره. الصور متلزقه ومتوزعه في كل المطارح ومفيش معلومه قدرنا نعرفوها. ما هو شوف بقى، الناس دول مش عاوزين يتعاونوا معانا يبقى اكيد متواطئين معاه وعارفين مكانه فين. متواطئين كيف يا باشا وهم ما يعرفوش حاجه؟ انت عايز تقنعني يعني ان مفيش حد في البلد دي ما يعرفش وش الكلب ده؟ دول كلهم كلاب ولاد كلب وبيداروا عليه. هتعمل ايه يا سامح باشا؟ خليهم براحتهم، خليهم يقعدوني اكتر واكتر وخليهم يفرحوا بالبطل اللي هم عاملينه ده، ولما اجيبه هعلق كل كلب تسطر عليه. اوامري وتعليماتي ما بتتنفذش ليه؟ قوات الامن منتشره في البلد كلها يا فندم، وجميع مداخل ومخارج البلد مقفوله حسب تعليمات سيادتك. وحظر التجول ما بيتمش على الوجه الاكمل ليه؟ انا بشوف ناس ماشيه في الشارع بعد الغروب. الناس يا باشا بيبقى ليهم مصلحه بيقضوها او ما بيكونوش عارفين ان في حظر. انا مش عايز اي استثناءات، واللي يكسر الحظر تقبضوا عليه بدون رحمه او تفاهم. نقبض عليهم كيف؟ بأنهي قانون سعادتك؟ قانون الطوارئ يا باشا. وطول ما المجرم اللي اسمه شمس الانصاري ده طليق وحر هنفضل في قانون الطوارئ. حماده عايزك تزود الحراسه على كل برج وعلى الاسوار. حاضر يا كبير. بس يعني ملوش عايز اقلق قد ايه؟ ها ما قلتش اليومين دول امال حاجه لجميته. اليومين دول ما عايز حد يطلع من اللي بعديه. ازاي بس يا كبير؟ ما انت عارف لازم نبعت دوريه من الوقت للتاني عشان تامن الجبل. ها بقول لك مش اليومين دول يا حماده. ها لازم نستنى لما الريحه تعدي. الحكومه زودت قوات الامن في البلد حوالينا. الصعيد كله مغفلج يعني. ايوه كده.
الصعيد كله مغفلق غفلق علينا ودي محروق. كنا نحارب مع الحكومة. وما حصلش حاجة. ايه اللي كان سرعك كده؟ قلبي كان واكلني، كنت عايز اطمن عليك. اخفى منك له نفس اللي قلت عليه. ناقصين احنا شغل الصغيرين ده. واه، عشان بخاف عليك يبقى شغل صغيرين؟ عشان عايز اطمن عليك يبقى شغل صغيرين؟ عيل صغير تايه انا معرفش اعود. أنا غلطانة، محجوجة لك أنا. من الساعة دي أحط على قلبي حجر عشان ما عادش يخاف عليك. طب ماشي ماشي لحالي، ما عاوزاش حد يساعدني. بقول لك ماشي. حرمة إذا كسر ضلع. مصدقاش روحي، حاسه اني بحلم. قولي انتي ما بتحلميش، قولي انتي مرتي. مرتي قدام ربنا والخلق كله شاهد، مفيش حاجه هتفرق بينا الا الموت. رجعك حماده، وفين عزيزه؟
وجعنا في كمين على الطريق وضربوا علينا نار وحصلوا اهل العزيزه صابت وخدوها قتلوها اولاد الكلاب ضربوها بالنار يبقى هو اللي حكم على نفسه بالموت اشتهي والكلب الجبان ده اخره الليله يا حماده الليله هنحرق المركز مركز باللي فيه بلاش نعملوا حاجه وانت في ساعه غضب يا كبير انت عقلك غايب يا شمس شمس ما يغيبش شمس ما يغيبش يا حماده ودم عزيزه ما يروح الشدر ودم كل اللي راحوا ما يروح الشدر جهز احسن رجال عندك في الابعديه ودم عزيزه ما يروح الشدر ودم كل اللي راحوا ما يروح الشدر جهز احسن رجال عندك في الابعديه يطلعوا الطلعة دي كله في مكان سلمتها بيدك للفلال وبعت لك السلام زين تعال الاخبار اللي بتتقال بره دي صحيحه الحمد لله قبضنا على عزيزه منشاوي المتهمه في قضيه قتل نادي متدسر وبكده نبقى قفلنا اول ملف مفتوح وجبنا المتهمه الهربانه وهي فين في المشرحه يعني ماتت طب الإذن يا فندم على فين يا سامي هروح اشوف الجثه جثه يا ابني اللي رايح تشوفها بقول لك قضيه قتل نادي متدسر اتقفلت خلاص تم العثور على المتهمه واثناء محاوله هروبها حصل تبادل اطلاق النار وانتهى الامر يا ريت الامور تكون بالسهوله دي يا سياده اللواء اهبجت بالسهوله دي يا سامح باشا طب وشمس الانصاري ماله ده كمان اللي خلاه خاطر زمان ويهربها من عربيه الترحيلات اللي هيمنعه انه يجي ياخد بطاره ويهجم على الاسم يبقى جه في وقته علشان عاوز اقفل القضيه دي كمان عايز ارجع مصر احمد يا درويش ابعت اشاره للمديريه بتجهيز دعم وخليه بس يفكر يقرب من الاسم تعليمات الوزاره هي الضرب بالذخيره الحيه مش عايزينه حي مش هرتاح ولا يهدالي بال غير لما اشوفه غرقان في دمه ده بلد بناسها لو قامت عليه تقلع وقلع ده مخالف للشرع والقانون ومهدر دم انا عايزه يطلع من شقوق الجبل اللي مستخبي فيها ويقب بدماغه وساعتها هطيرها الكلب ده مش هيفلت الايد المره دي
بلد بتولع يا شيخ يافع، كل يوم مصيبة جديدة، كل يوم حريقة هنا وقتيل هناك، حاجات ما شفناهاش قبل سابق يا شيخ يافع. على بولك يا عطية بيه، احنا في ايام غبر ما يعلم بيها الا ربنا. ايه الله يرحمها، ايام ما كانت العمودية في بيت مدسر. كانت ايام الكل فيها بيمشي جنب الحيط ما قادرين يشنطوا. ايوه، والناس كانت عايشة مبسوطة، انما دلوقتي اتبيت غني تصبح تلقى ولد الانصار يسعلك بهايمك، اتبيت فقير تصبح تلاقي نفسك مقتول. ما هو الفضل الله يرحمه هو اللي ما قدرش يحافظ على العمودية. حترجع يا شيخ يافع، ربنا يولي من يصلح. واللي عايز يصلح يعمل ايه يا شيخ يافع؟ شور علي، انت راجل اهل خبرة في الحاجات دي، شور علي. هي شغلانة واحدة ما فيش غيرها هي اللي تنفع، وهي اللي خلت العمودية في دواركو ونقلت العمودية لبيت ابو الجود. قول يا شيخ يافع، ما تقعدنيش على نار. اطعم الفم تقوم تستحي العين، الزيت والسكر والدقيق، ويا سلام على عجلي ولا اتنين تتوزع لحمتهم. والحاجات دي اللي هترجع العمودية؟ اسأل مجرب ولا تسألش حكيم، مش بيقولوها كده يا عمدتني؟ أخيرا اتقابلنا والآية معدولة. الآية طول عمرها معدولة يا سامح باشا، أنت حكومة وأنا صاحب حق. إحنا الحكومة صح، وأنت مجرم هربان حرامي وبتسرق المواشي. سرقة المواشي دي اللي بتقول عليها رجعوا بيها حقوق الناس اللي بتسرقوها عين عينك، يعني بنرجع الحق. انت مجرم هربان، ارمي سلاحك وسلم نفسك. Ugh!
ده زفت يا بدران. مش هنا يا جنابك. تقب وتغطس وتجيبه على قدك. خير يا جنابك؟ خير؟ هاجي منين الخير؟ البلد كلها بتحكي عن المركز اللي بيحرق وادي الانصاري، عايزين نعرف ايه اللي بيحصل هناك. تحب انا اروح يا بيه؟ قلت لك هات لي بدران. اللي تؤمر بيه جنابك. كانها ناقصه حرايق. كفاية البلد اللي اتحرقت. عاوزة تسيب المطرح وتمشي؟ يلا غوري في 60 خرارة، بس مش هتخط برا الباب ده ومعاكي قشاية، يعني كيف ما دخلتي هتطلعي. لا أنا كنت جيت لك عريانة إياك، دي خلقاتي. الخلقات دي مالكيش فيها خيط إبرة، والحاجات دي كلها أنا اللي جايبها بفلوسي بحر مالي. حوش الفلوس والهنا اللي كنت معيشني فيها زنت الرجالة ومهملنا بعزك فيها ليل ونهار. بعد عن طريقي يا بدران، وهمل ناخد خلاجاتي وامشي احسن حسي يعلى والخطرة كلها تسمع. وادي خلاجاتك اللي انت خايفة عليها وعايزة تاخديها معاك اهي اهي. خرجتي برا الباب اولع فيكي وفيهم واخليك انت وهم كوم تراب. اكسر الشر يا بدران واشتري عمرك، انا بقول لك اهو. وما تسوقش الجنان علي عشان انت عارف ان انا مجنونة واجن منك. شمس والحجاج الانصاري ما هوش عايش في جمجو ولا في سرداب تحت الارض، يعني وقت ما يطلع في دماغي اجابله حجابله. وانت عارف زين ان انا صادقة في قولي. هتفتحش على نفسك باب جهنم يا بدران وهملني. انت بتخوفيني بالانصار يا بنت المخلول انت. ده انا بدران يا بنت، انا بدران. نسيت اياك عاد. الخبر اللي جابك اللي بعديه هنا وكاشف وشك، عرفت ايه؟ عرفت مين اللي قتل حجاج الانصار يا كبير. مين يا بلال؟ بدران نسيت اياك عاد. لا يا بدران ما نسيتش، وحفضل فاكره طول عمري انك بدران ابو قلب ميت. بدران اللي لو شمس وتحجاج الانصاري عارف هو عامل ايه هيفرج لحمه عكلاب الخطارة. شمس وتحجاج الانصاري اللي جرسك ومسح بكرامتك ارض الخطارة عشان بتاخد اقتاوة وفردة من ناس غلابة لا هم من اهله ولا جرايبه. شوف ممكن يعمل ايه عاد لما يعرف ان بدران لعصر هو اللي طخ ابوه واخته زمان وهو عيل صغير، وان بدران ده هو اللي بيدور عليه قتيله زمان. الله يلعنك ويلعن اليوم اللي شفت خلقتك فيه واتجوزتك. كتجوزت الندامة. الله يلعنه يوم ويلعنك. يعني اعمل فيك ايه دلوقتي؟ اعمل فيك ايه؟ اخلقك واخلص منك. تخلص مني صح، بس عمرك ما هتخلص من شمس وتحجاج الانصاري. منك لله يا ابوي لما جوزتني الكلب زي ده كان يوم اسود علي. تضربني يا بدران يا عره الرجاله؟ بتمد يدك على حرمه؟ بتتشطر علي اللي كاتمه سرك بقالي سنين؟ طلقني يا بدران. غور وانت طالق اتلم خلقاتك ودور بره البيت. داهية لا ترجعك. غوري.
صوتي. فاكرني ياك. هتعمل ايه يا عم؟